مساء الخير. يعني كثيرة هي التحليلات في مسألة ما جرى في سجن الصناعة، والآن حتى اللحظة يعني المعارك مستمرة هناك. أريد أن أخذ قراءتكم فيما يجري في غويران تحديدا سيد خليفة، تفضل. أولا علينا أن ندرك أن قسد منذ بداية ظهور داعش استثمرت بأعلى الدرجات بأقصى الدرجات في هذا الموضوع أمنيا وسياسيا. هي تسوق نفسها أمام العالم بأنها قوة تقاوم الإرهاب، تحارب الإرهاب، تكافح الإرهاب، وهي من ضمن منظومة قيم عالمية ومجموعة دول ديمقراطية، وفي حربها على داعش تقدم نفسها في هذا الإطار منذ البداية. في الفترة الأخيرة بعد أن انتصر التحالف، أو هكذا قال أنه انتصر على داعش وهزمها، تراجع دور قسد سياسيا وتراجع الدعم المالي الغربي أيضا إلى قسد. أنا أعتقد أن هذا التراجع دفع الآن قوات قسد وحزب البيكيكي بتثبيته الحقيقية، لا نريد أن نأخذ بهذه الأسماء التسميات المصطنعة، دفع بشكل مباشر باتجاه هذه اللعبة الجديدة ليقدم نفسه مرة أخرى للعالم على أنه قوة تكافح الإرهاب وأنه قوة هزمت داعش، وما يزال هناك يعني بقايا لهذا التنظيم الإرهابي الذي على العالم أن يقف وراء قسد في مكافحته. يعني أنت مع رواية ما جرى مسرحية سيد خليفة؟ الرواية ما جرى صديقي وللسادة المستمعين، حسب معلوماتي، المعلومات من أبناء المنطقة، من أبناء الحي تحديدا، أنه قبل التفجير بحوالي 3 ساعات قطعت كافة الطرق المؤدية إلى سجن الصناعة، إلى مدرسة الصناعة التي هي الآن سجن بإدارة قسد. وكل الناس وكل مواطنين الحي تساءلوا عن ماذا يعني هذا الإقفال للحي ومنع دخول أو خروج أي أحد من أبناء الحي. وحصل التفجير في تمام الساعة 6:00 وكان الطريق مقطوع منذ الساعة 6:00 ظهرا، مما يعني أن الأمر، وهذا ما يقول أبناء الحي، أن الأمر كان مرتب منذ قبل، والأمر ليس فقط مجرد مهاجمة مباغتة للسجن. وعلى افتراض وهذا يعني طبعا بشهادة شهود أبناء المنطقة مستبعد، من أين أتت داعش أو فلول داعش بكل هذا السلاح لتستطيع أن تقاوم على مدى أسبوع ويوم وجود الطيران الآن في السماء ويأخذ الأحداثيات ويرصد المواقع ليلا نهارا؟ الموضوع مرتب، وضمن هذا الاستثمار السياسي الذي تكلمت عنه بقصد لتعود إلى الواجهة والحصول على الدعم الغربي. أيضا الأطراف الأخرى مستفيدة مما حصل. على سبيل المثال، قسد الآن في هذه العملية تخلصت حسب المعلومات، حسب الأرقام، حسب تقارير منظمة حقوق الإنسان، من حوالي 400 مقاتل من داعش. هؤلاء على كانت هناك إشكالية حول مسألة عودتهم إلى بلادهم. كثير من الدول رفضت عودة أبنائها إلى بلادها تحت أي مسمى. فالآن هذه فرصة للتخلص من البعض منهم. أضف إلى ذلك أن الحدث استغلته قسد أيضا لقيام بحملة اعتقالات في دير الزور وريف دير الزور، تحت مسمى أن هؤلاء يتبعون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، إلى تنظيم داعش. طيب. وقامت هذه حملة الاعتقالات طبعا لمكون واضح معروف من أبناء المنطقة، مضطرين أن نقول أنه المكون العربي السني في هذه المنطقة. طيب هذا المكون، إذا سمحت لي في هذه النقطة، يعني في يعني هناك نزوح 45 ألف مواطن من هذه المنطقة، هل تعتقد بأنهم سيعودوا مرة أخرى لهذه المناطق في مسألة ما ذكرت بأنه المكون السني العربي في هذه المناطق؟ أنا أعتقد احتمالات عودتهم ضئيلة، خصوصا أن الآن قوات قسد بعد انتهاء من هذه العملية أو قبل انتهائها بدأت بتجريف عدد من المناطق. هذا ما بيعني أن هناك كثير من الناس فقدت بيوتها، فقدت أماكن إقامتها، غير قادرة على العودة إلى ديارها. فهذا مما بيعني وجودها في مناطق أخرى أو تبعثرها في جغرافيا المنطقة، وهذا مما بيضعف تمركزها، لأن هذه المنطقة تحديدا غويران، حي غويران، هو بنسبة
يعني نسبة تقريبا مطلقة من العرب السنة، وجزء كبير منهم من أبناء محافظة دير الزور المقيمين من سنوات طويلة، منذ سنوات طويلة في حي غويران. فإذا موضوع التهجير هو أحد الغايات المرجوة من هذا الذي طيب. حصل ويحصل. هناك نقطة أخرى أريد أن أشيرها في إطار الاستثمار السياسي لمختلف الأطراف. روسيا الآن دعت مجلس الأمن الاجتماع عاجل حول سوريا. حتما ستطرح روسيا أن 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 الإرهاب لم يقضى عليه في سوريا، وأعلى المجتمع الدولي أن يعيد العلاقات ويعيد تأهيل النظام وإلى آخره، لأن النظام أيضا يطرح نفسه كقوة معادية، قوة مقاومة للتطرف تنظيم الدولة ولداعش وإلى آخره. أيضا روسيا تستثمر في هذا الموضوع لإعادة تأهيل النظام وتقديمه للمجتمع الدولي على أنه قوة تكافح الإرهاب طيب. وتقاوم الإرهاب. إذا كل هذه الأطراف مجتمعة تستفيد مما حصل. طيب نعم سيد خليفة، يعني في رواية استثمار السياسي لميليشيا قصد من هذه الحادثة، أيضا هناك ربما هذه الرواية قريبة من رواية النظام السوري في مجلس الأمن. يعني هناك أيضا كان جلسة يوم الأربعاء، وقال مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بسام صباغ، قال أن ما شهدته مدينة الحسكة من هجوم الإرهابيين داعش والمجازر التي ارتكبتها ميليشيا قسد وتدمير طيران الاحتلال الأمريكي البنى التحتية تأتي في إطار محاولات واشنطن إعادة تدوير تنظيم داعش وإعطاء مبرر لبقاء قواتها في ضوء تعاظم المتطلبات المحلية والدولية بخروجها من الأراضي السورية. هذه الرواية بالنسبة لرواية النظام أن كل ما يجري هو فقط لمبرر لبقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، وبالتالي بقاء القوات الأمريكية يأتي أيضا في إطار ومصلحة بقاء قسد في هذه المنطقة، كما قلت أن هناك استثمار سياسي. هذه رواية يعني هناك توافق أو تطابق لرواية النظام مع ما تشير إليه في مسألة التحليلات بأن كل ما يجري هو استثمار سياسي. ما قولك سيد خليفة؟ كل ما يجري أكيد بالتأكيد استثمار سياسي، تحاول كل الأطراف الاستثمار فيه، وكل طرف يحاول أن يلقي على الطرف الآخر بالمسؤولية ويتهمه بالاستثمار في الموضوع. لكن هذا يعيدنا إلى أصل الفكرة أن هذا التنظيم منذ نشوءه كان عبارة عن يعني استثمار استخباراتي دولي، كل الأطراف تتعامل معه لأنه يمثل يعني حاجة لمختلف الأطراف المتنازعة في المنطقة. وحتى لو لم يكن هناك داعش كان عليهم أن يوجدوا تنظيم آخر باسم آخر بلبوس آخر بمواصفات أخرى لتحقيق هذه الغايات التي يشتغلوا عليها منذ بداية الثورة. سيد خليفة إذا سمحت لي، يعني قبل قليل كان مع سيد درويش خليفة وأيضا سيد مصطفى النعيمي، لكن السيد درويش خليفة ذكر بأن كل ما يجري يتعلق بإيران، وهي رواية ومخطط وتنفيذ وسيناريو إيراني بنهاية الأمر كما ذكر السيد درويش. أنت ذكرت بأنه هي أيضا يعني من فعل تنظيم أو ميليشيات قسد، ولماذا لا يكون من فعل داعش نفسها؟ ولماذا تكون داعش منتشرة في البادية السورية؟ انظر إلى ما كان يتم الحديث عنه بأن هناك خلايا نائمة وقوات تختفي في البادية السورية وفي الجزيرة العربية. لماذا لا يكون التنظيم هو من افتعل كل ذلك وعمل كل ذلك بالنسبة لاقتحام هذا السجن وأيضا انتشاره في مناطق أخرى في البادية السورية؟ لماذا نستبعد ذلك ونقول أنه كله مرتبط بمخابرات دول ومصالح دول كبرى، وأن كل ما يجري هي يعني بترتيب إيراني أو من ترتيب قسد؟ لماذا؟ أنا سأتفق معك في هذا التحليل بأن هناك خلايا نائمة وموجودة، وهذا إلى حد كبير صحيح وموجودة في البادية السورية، لكن هذه الخلايا من أين تحصل على الدعم؟ من أين تحصل على التغطية المالية والعسكرية بعد كل هذه الضربات التي تعرضت لها؟ بالتأكيد أن ما حصل في الهجوم على سجن الصناعة يكشف أن هذه الخلايا النائمة التي تم إيقاظها وتم بعثها وتم يعني استخدامها في الهجوم على السجن هي تحصل على الدعم من ما يمكن أن يسمى من خطوط خلفية لها تمتد وتصل إلى عمق العراق وصولا إلى إيران.
هذا السيناريو. وأنا منذ البداية قلت من أين حصلت على هذه الكميات الكبيرة من السلاح حتى تستطيع أن تقاوم على مدى أكثر من 7 أيام رغم وجود الطيران ووجود الأرصاد التي تستطيع كشف أي خلية منها. الآن على افتراض وجود هذه الخلايا في الصحراء في البادية السورية باختصار لو سمحت سيد خليفة باختصار بأقل من 30 ثانية تفضل بمسألة يعني نلخص في هذه القضية تفضل. ألا تستطيع قوات التحالف وقوات النظام وكل القوات الموجودة على الأرض رفض تحركات هؤلاء العناصر من داعش هذه المجموعات النائمة من أين يعني كيف تحصل على مقومات حياتها وقدرتها على الاستمرار والتجدد؟ إذا هي تنظيم تحت الطلب تحت الغايات المطلوبة منه عندما يطلب منه أن يتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. على كل حال سيتبين ذلك خلال الأيام المقبلة القادمة سيد خليفة وما إذا كانت يعني سيكشف هناك تفاصيل ما جرى في سجن غويران. على كل حال ما زالت التحليلات يعني مستمرة وأيضا المعارك مستمرة والاشتباكات مستمرة بين ميليشيا قسد وأيضا تنظيم داعش في هذه المنطقة منطقة غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.